لدينه هنذاكر مع بعض حرف الدين. حرف ايه يا ميس زينب؟ حرف الخاء. حرف ايه؟ الخاء. حرف ايه؟ الخاء. حرف ايه؟ الخاء. الخاء. طب مين هم اصحاب حرف الخاء اللي حضروا عيد ميلاده النهارده؟ خاء، خروف، خروف اللي بنذبحه في العيد الكبير، صح كده؟ خروف، خروف، خيار، 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 خبز، خبز. طيب مين اللي حضر عيد ميلاد حرف الخاء؟ خروف، خيار، خبز، خروف، خيار، خبز. طيب ايه هما الثلاث هدايا اللي كله في عيد ميلاد ميس زينب؟ ايه هما الثلاث هدايا اللي جمله حرف الخاء في عيد ميلاده؟ طيب احنا متعودين قبل ما بنعرف الهدايا بنعرف ايه شكل الحرف بيتكتب ازاي. طيب فاكرين لما قلت لكم ميس زينب فردت ايديها وليها ايه؟ كرش كبير. اهو ميس زينب فردت ايديها وليها، معلش سوري يا دايمو، ها تاني كده مع بعض، تاني كده مع بعض. ميس زينب فردت ايديها وليها كرش كبير. طيب الخاء زي الحاء بس فوقيها، سهلة ولا صعبة؟ سهلة. يبقى الخاء زي الحاء بس فوقيها نقطة فوق، لا نقطة ايه؟ فوق. ها زي الحاء، الحاء بس فوقيها نقطة فوق. تاني يلا بينا مع بعض، ها زي الحاء بس فوقيها نقطة فوق. ماشي يلا بينا مع بعض، ها زي الحاء بس فوقيها نقطة فوق، بس فوقيها نقطة فوق. ميس زينب فردت ايديها وليها كرش كبير وفوق راسها نقطة. تاني ها ميس زينب فردت ايديها وليها كرش كبير وفوق راسها نقطة. تمام.